ما كاين والو اخو، ما كاين والو. ميديا فلاش لوبي خاص غادي يبني مدينه المحمديه شي نهار، غادي يكون كنبنيو عمارات وبارتمات فوق الجامع البيض. مجلس بلدي يخرج يدور هنا، خاصنا اعضاء ديال مجلس بلدي يخرجوا يدوروا هنا. غضبه ملكيه هي اللي غترجع مدينه المحمديه للعز ديالها. القرقاره القرقاره نافورة لا علاقه تكون هنايا نافورة. القرقارة واجهو وكنشوفوا بان المحمديه ما بقاش محمديه ديال الساكنه وديال ولات محمديه ديال الناس. خواص خواص كل واحد كيقول لك ولات شركه جالسين في بيروات. والدراسات هي اللي كنشوفوا الان. اذا هذه هي الدراسات ديال جماعه المحمديه والقسم التقني ديال مدينه المحمديه. اذا لا تعليق. نعم هي ما يسمى بالقرقاره. هنا سارق خبزة لا ذنب لا يغتفر. محاسب خاص مراقبة، هذا هو المشكل ديالنا. ناشد عامي صاحب الجلالة العامل ديال المحمدية باش يوقف على هذا الشيء بالحزم. شهدي محمدية بريس، السلام عليكم. كان تواجدوا في نافورة القصبة أو ما أصبح يطلق عليها عند ساكنة المحمدية بالقرقرة قرقرة القصبة، وذلك ضمن برنامج ميديا فلاش. وللحديث في هذا الموضوع معنا احد المواطنين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت كمواطن وكزائر ربما للمدينه المحمديه كي كتشوف هذه النافوره؟ هذه النافوره كنشوفها ماشي سلبيه، لان علاش؟ كان نورمالمون كانت تكون على الاقل صغيره شويه على حساب فين يدوزوا السيارات، لان كانت وقعت واحد الحادثه هنايا من هذا هو الخساره اللي كانت وقعت للسيد، انه ما كانوش شي لافتات ديال التنبيه باش يعرف الانسان انه كاين راه كاينه نافوره قدام. ونورمالمون كانت تكون صغيره وتكون جميله ويكون فيها شويه الضوا، وهذا واحد المدار طرقي يكون بهذا الطريق. هذه نورمالمون تجي نيشان على حساب الناس، تولي هذه كدي وهذه كتجيب، غادي يكون واحد شويه ديال غادي نخفوا من تم من الطرقان ومن الحوادث السير ديال الوجود ديالها بهذا الشكل. هذا طبعا الشكل خاطئ، عنده شي جماليه، بالعكس خصو يكون صغير وتكون طريق ديزا من هذا الاتجاه هذا اللي كنشوفوا، يكونوا لوحات بان هنا كاين واحد المدار ديال سميتو، ونديروا شويه تنبيهات الناس، وهذا هو اللي كان. وعليكم السلام. يعني كي كتشوف النافوره ديال المحمديه، بغينا نسميوها ربما نافوره لا علاقه تكون هنايا نافوره. انا نظري هنا كان واقع شي نظري كان شي فويت هنا ديال المودره ونافوره باش ينابوا المال ديال العام وصافي. هنا خاص المشكل خاص المحاسبه. واش هذه نافوره؟ خاص بعدا كيديروا واحد الطرقان هنايا، خلي الطريق كما كانت وقصبه كما كانت النوبه الاولى اللي عطات واحد الجمال. دابا هنايا لا علاقه، الناس مجمعين عليها. اذا حنا هذه المحمديه من المفروض كانت مدينه الزهور، مدينه سياحيه، الا جاو السياح غادي نجلسوهم فوق هاد ها؟ مشكله المحمديه مشات صراحه. شوف الخطوره ديال الاطفال، شوف نشوف الصوره بلا ما تبينوا الوجه ديالو. هذه تكفي. اذا نتابع الحديث ديالك. اش تقول للمسؤولين؟ المسؤولين خاصهم المراقبه، كنهضر على المسؤولين، خاصهم هنا يجيو هنا المراقبه والمحاسبه والمتابعه. متابعه ومتابعه صاحب المشروع اللي صوب المشروع اللي انجز المشروع. المشكل خاص يتابعوا السيد كيفاش، فين هو البلانات، فين هو المهندس اللي عندنا هنايا. وهنا كنعرفوا بلا المحمديه اغنى ثاني عماله، ثاني جماعه من حيث المدخول بعد الدار البيضاء. من حيث الدار البيضاء، وكنلقاو هنايا النتيجه هي هذه اللي كنشوفوها. النافوره حدا الازبال هنايا وحدا. كنتاسف صراحه، لا ما فهمتش. هنا خاص بعداك هذه الاقل خاص عاوتاني واحد الدراسه وميزانيه اخرى. خاصها ميزانيه اخرى، عادش تنفذ ميزانيه اخرى. عادش تصايب عاوتاني. كيقولوا قرقاره الواجهوم اي واجه. الكهرباء جانا غالي، وملي كنجيو هنا دابا كنبغيو نديرو الدواصه ديالنا ولا هذا الشكايات ما كنلقاو مع من نهضرو. لا يعقل هذا، واش غادي يمشي ساعه؟ انا غالي زاد بزاف هاد الشهر، ماشي غير حنا كاع العائله جا هاد الشهر غالي. ما يجيبوناش حوار والو. دابا جات 200، جينا نخلص اليوم قالك زادت 100 درهم. كما كنشوف هنايا 624 درهم. النعمه القديمه خلص هاد الشكل. كنشكيو لله. الدار مسدوده كيجي فيها ولدي عام الليل الخدام. اسكن طلبوا منهم يديروا لي يسر الامور مع المواطنين.
قرقرة قرقرة الوجوم 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 أي وجه. نعم أيام ما يسمى بالقرقرة، لأن لا جمال ولا كلام. عرق للسير وتقف حوادث آخر حوادث باش ما نقاطع. غير إحنا هنا في المغرب ما كاينش متابعة، هنا سارق خبزة لا ذنب لا يغتفر. محاسب سارق مساعد سند سارق خبزة ذنب لا يغتفر وسارق أمة فيها رأي واحد. وبالنسبة للقرقارة كما كيقولوا القرقارة هذيك النافورة هذيك هي ميزة زوينة ونافورة زوينة، ولكن ما تحطاتش في بلاصة اللي خصها تحط فيها. عرق للسير وآخر آخر المطاف السيارة خرجت في هذه النافورة هذه وتسبات لها في أداء وكأنها غضبة. كانها غضبة وكنشوفوا بأن المحمدية ما بقاش محمدية ديال الساكنة وديال ولات محمدية ديال الناس خواص خواص. كل واحد كيقول لك ولات شركة الناس جالسين في البيروات، الناس اللي جالسين في البيروات هما اللي كنقولوا لهم بأنهم خصهم يعيقوا. ولات المحمدية ديال الناس اللي في البيروات هما اللي خربين المحمدية. جالس في البيرو ديالو كيسيني ما بغاش يجي ما يجيش، بغا يسيني دور فلوس راه يعطيو. كناشدو عامي صاحب الجلالة العامي ديال المحمدية باش يوقف على هذا الشيء بالحزم، وكما سمعنا عليه والصادة اللي وصلنا عليه قبل ما يوصلنا للمحمدية بأنه رجل ذو كفاءة وذو امتياز الله يحفظه، ودخل القصبة ودار. نطلبوا من الله باش يوقف مزيان ويوقف ضد المفسدين. بغاو حنا معاه كنا المحمدية كلها معاه هذا العامل باش يوقف ضد المفسدين. واش كتشوفوا المحمدية غادا القدام ولا راجع باللور؟ المحمدية كتبان لينا متراجعة اللور ماشي غادي القدام. اللي غادي القدام هما دوك الخطافه هما اللي غادي القدام. عمل رساله لا شكرا على واش. اذا الغريب في الامر هو ان هذه النافوره هذه اللي تخسر عليها الملايين من الدراهم ما خدامش. هذا هو المشكل ديالنا، كنحطوا الاموال ديالنا في شي حوايج اللي هي ما هي خدامه، ولكن ما كنستنزفات اموال كثيره من دافع الضرائب بمدينه المحمديه من خلال جماعه المحمديه والنافوره ما خدامش. هذا هو المشكل، هذا المشكل اللي كنطرحوا. هذا هو السؤال اللي كنطرحوا انا وياك ايضا على المسؤولين. هذا هو المشكل ديالنا، احنا ملي كنبغيو نحطوا واحد القيمه الماليه لشي اماكن ديالنا ما كنعرفوش كيفاش نستغلوها، لان ما كنستشروش مع الناس اللي دارش واحد الدراسه. هذا هو المشكل ديالنا، انهم كيطبلوا ويزمروا انهم عندهم مهندسين وعندهم ناس ديال الدراسات، والدراسات هي اللي كنشوفوا الان. قرب معايا، اذا هذه هي الدراسات ديال جماعه المحمديه والقسم التقني ديال مدينه المحمديه. اذا لا تعليق. ما كاين والو ميديا فلاش لوبي خاص غادي يبني مدينه محمدي وجنار غادي يبنيو عمارات وبارتمات فوق الجامع البيض. مجلس بلدي يخرج يدور هنا، خاصنا اعضاء ديال مجلس بلدي يخرجوا يدوروا هنا. غضبه ملكيه هي اللي غترجع مدينه المحمديه للعز ديالها.